اهلا بكم من جديد مشاهدينا، يسرنا الان ان نلتقي عبر الفيس تايم مع الاستاذه فضل المسلم مرشد تربوي، وراح يكون حديثنا عن اهميه الدور الذي يؤدي التعليم عن بعد في ظل هذه الظروف. استاذه فضل، سعيدين جدا بتواجدك معنا في برنامج مساء خير الكويت ضيفه. اهلا وسهلا فيك استاذه مشعل، حياك الله ومشكورين على هالاستضافه. حياك الله استاذ فضة. بداية ودنا نتكلم معك عن أهمية التعليم عن بعد في تنمية قدرات الطلبة. أولا أشكركم جدا على هذه الاستضافة، وأحب أرحب في جميع المشاهدين برنامجكم. وسؤال قيم، بس بالبداية يعني إحنا نقول تنمية قدرات الطالب، تنمية قدرات الطالب لازم تكون على أساس إحنا نرجعها على المعلم. شلون قدرة المعلم إنه هو يقدر ينمي قدرة الطالب؟ فكل ما كان المعلم عنده مهارات وعنده قدرات عالية، نعم، كل ما كان الطالب أكثر متمكن. فالمهارات اللي هي اللي راح نلاحظها في الطالب لما يتعلم عن بعد، ما خاف أن أسمع صدى. اي عادي 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 استاذ، احنا نسمعك نسمعك. اي تفضلي. اي اوكي، فلما الطالب يتمنى لا اصلا لما الطالب يصير عنده مهارات عاليه، مثل شنو هالمهارات؟ مثل مهارات البحث العلمي، تعزيز الثقه بالنفس، مهارات التفكير الابداعي، مهارات اللي هو تتطور عنده الانشطه، خاصه ان الطالب يكون عن التعلم عن بعد يبدي يمارس شغلات ما كان يمارسها خلال لما كان في الحصه الدراسيه في المدارس. فانا اشوفها كتجربه جديده وايد ممتازه، وايد الطالب يبدي ينمي فيها قدرات يقدر انها تسقلها للامام ان شاء الله. نعم، يعني هل يعتبر التعليم عن بعد وسيله نقدر نقول عنها انها هي وسيله ناجحه في اعاده حركه التعليم بعد توقفها؟ طبعا هي وسيله وايد ناجحه، خاصه ان احنا استاذه مشاعر انت لاحظتي ان احنا وقفنا فتره من 5 إلى 6 أشهر. هذا الوقت اللي وقفنا فيه خسرنا وايد مهارات للطالب، فخلال هذه التعلم عن بعد راح يرد يعيد الثقه ويعيد نعزز الثقه في الطالب، ويرد يستمر التعليم خلال هذا المنهجيه استخدام التعلم عن بعد. نعم استاذة فضة، شلون تقيمون هذه التجربة؟ هل تحققت أهداف العملية التعليمية من خلالها؟ أهداف العملية التعليمية لو احنا نبي نقولها استاذ عبد الله، اهم شيء يكون عندنا اللي هو استمرار عملية التعلم. طالما ان هناك استمرار عملية التعلم والطالب قاعد ياخذ منهج سليم، فاذا هذا اهم هدفين احنا نشوفه للمتعلم. الجزء الثاني ان انت قاعد تقول لي شلون نقيم التجربة. تقييم التجربة هي تجربة جديدة علينا حاليا، احنا قاعد نمر فيها دولة الكويت واغلب الدول يعني قاعد نمر في ظروف استثنائية. فهذه التجربة ما اقدر انا اوقف على ايجابياتها وسلبياتها بهالسهولة، لازم احتاج اني انا اقطع شوط كبير حتى ان انا اقيمها تقييم صحيح ويكون تقييم دقيق. لكن انا ممكن اشوف استاذ عبد الله بعض نقاط القوة وبعض نقاط الضعف اللي واجهتنا خلال الاسبوعين اللي طاف. اللي هما استاذة فضة؟ مثلا يعني انا اقول لك من ناحية الايجابيات ان سهولة الوصول للمادة العلمية، سهولة التواصل، الطالب يقدر انه هو يقدر يشوف المادة العلمية اكثر من مرة خلال برنامج تيمز، يقدر يعيدها اكثر من مرة. صحيح. يقدر انه انا اشوفها كولية امر مع ولدي. نعم. انه يقدر انه هو ياخذ المادة من الاستاذ، الواجبات اي وقت يقدر يسويهم، يدزهم حق الاستاذ بطريقه سهله وبسيطه. ثاني شيء المتعلمين جدا كانوا متفاعلين معها، وايد حابين الشغله، خاصه ان هي برنامج جديد وبرنامج حلو ويوفر كل المهارات سواء للمعلم او المتعلم. يعني بوجهه نظركم يعني نقدر نقول شنو هي ابرز التحديات اللي تواجه المؤسسات التعليميه بتطبيق نقدر نقول مثل هذا النوع من وسائل التعليم؟ اكيد كانت في تحديات واجهتوها استاذه فضه. صحيح. اي نعم، في تحديات انا اقول لك اياها، مثل
مثل تحديات تقنية. هذه التحديات التقنية يعني بعض المرات تخرج عن نطاق ايدنا، يعني ما نقدر احنا نتحكم في هذه الشغلات. يعني مثلا اقول استاذه مشاعل، النت بعض المرات انا ما اقدر اتحكم فيه، لكن في خطه بديله ان ممكن اني انا اسجل الدرس حق الطلبه واكون منزلته بتيمز، بحيث ان لو واجهتني مشكله ان اكون انا معلمتهم هالشغله ان انتم تقدرون ترجعوا لها عن طريق انه يكون موجود بالملفات، الدرس موجود مسجل. ففي شغلات احنا قلنا نسويها بديله، خطط بديله على اساس ان احنا نتفادى مشاكل التقنيه اللي هي قاعد تصير لنا. في شغله استاذه مشاعل، هو انا ودي أن يعني ااكد عليها، دور ولي الامر في العملية التعليمية اللي هي عملية التعلم عن بعد، دور ولي الأمر وايد مهم، وهو يعتبر شريك أساسي معانا. يمكن قبل كان دور ولي الأمر يعتبر كان نقول عنه مهمش، أو أنه يكون دوره ما كان أساسي أيام لما كان الطالب يروح المدرسة، لكن الحين دور ولي الأمر يعتبر شريك ويد يمد يعني يده معانا في كل شيء، بحيث أنه يوفر حق الطالب الوسائل التكنولوجية، سواء كان الحاسب سواء انترنت، يوفر له البيئة المناسبة، الوقت المناسب، يوفر له هذه الأجواء المناسبة حتى أنه هو يقدر أنه يقدر يتعلم بكل بساطة. نعم. في شغلة لازم إحنا نعزز القيمة عند الطالب، يعني مو ضروري إنه يعني القيم اللي داخل الطالب إنه هو يكون مسؤول عن نفسه، ولازم إنه هو يقدر إنه يتعلم هذه الشغلة، يحس إنه بالمسؤولية إنه أنا إذا ما تعلمت أنا ما حقدر أخذ هذا المؤهل. نعم. وهذا مستقبلي، فلازم يحس في هذه المسؤولية. نعم. أيضا في القادم من الأيام إذا تم تطبيق هذه العملية التعليمية عن بعد في جميع المراحل، ما تعتقدين أستاذة فضة بأن راح يكون من الصعوبة على الأطفال تفهم هذا النوع من التكنولوجيا؟ شوف أستاذ عبد الله، بالنسبة حق هذا المبدأ أنا أقدر أقول لك شغلة، دائما إحنا كمجتمع أي شيء جديد لابد إنه شو يصير، يصير في ناس ينتقدونه، إنه ما يتقبلونه، فعادة هذا الشيء موجود إحنا بمجتمعنا. نعم. الشيء الجديد لابد إنه هو يواجه انتقادات عالية. هل هذا الموضوع أستاذة فضة يرجع للناحية النفسية، لأن هم من الصعوبة إنهم يتأقلمون على التغيير؟ طبعا انا ارشح هذا الكلام، ان هم ما جربوا الشغله فبدوا انهم يفترضون افتراضات، يمكن ان انتم لما تجربونها تكون التجربه وايد سهله ومرنه، مثل ما احنا الحين قاعد نجربها مع الصف الثاني عشر. صحيح. وقاعد نشوف ان هي تجربه جدا حلوه. صحيح ان احنا قاعد نقع في بعض الثغرات، لكن هذه يعني امر طبيعي، تجربه جديده، فلابد ان احنا نشوف هذه الشغلات واحنا قاعد نتخطاها باذن الله. فبالنسبة للأطفال، الأطفال صح أنا معاكم إنه هو ممكن خاصة مرحلة الأولى ابتدائي، ثانية ابتدائي اللي هما مسكة القلم، ممكن هذه شغلة تكون صعبة عليهم. صحيح. وخاصة إحنا لا نقول مبدأ إن عندنا الأطفال إن هم شطار ويمسكون الآيباد ويلعبون بالسوني، صدقوني هذا شيء، وقت التعليم شيء ثاني. بالضبط. التعليم يحتاج هني حزتها دور ولي الأمر يدخل في هذه الشغلة، إنه يبدي إن هو يساعد الطالب ويساعد المعلم بعملية توصيل المعلومة، يقدر يطلع على الدورات، يقدر يثقف نفسه كولي أمر، حتى لمصلحة ولده، يعني لمصلحة الطالب إن هو يوصل له هذا المهارة. وما يخالف، هي فترة صعبة علينا إحنا كمعلمين وعلى الأسر، يعني إحنا عارفين إن هي فترة ما هي سهلة، لكن إذا إحنا مدينا إيدنا وكلنا تعاوننا مع بعض بإذن الله راح نعدي هذه المرحلة. نعم. إذا في ظل الظروف الحالية اللي يمر فيها العالم، هل أصبح التعليم عن بعد خيار استراتيجي لضمان استمرار حركة التعليم؟ طبعا انا اشوفها ان هي وايد حركه مهمه، وممكن استاذه مشاعل يعني انا اشوفها يعني بوجهه نظري كمرشد، ان اتمنى ان هذه العمليه ما تكون فقط الحين، اتمنىها تستمر الى ما بعد الازمه اللي احنا قاعد نمر فيها، لان في مراحل بعض المرات الطالب او المتعلم يمر في اوقات انه يصعب وجوده في المدرسه، فحزتها يحتاج انه هو يتعلم تعلم عن بعد. يعني مثلا في طلبه تحوشهم حالات مرض
الافتراضية، ما يقدرون يجون المدارس. فأنا أشوف إن مدام إن إحنا خضنا هذه التجربة ودخلنا فيها، يفضل إن هي لا تركن، يفضل إن هي تستمر وتستمر حتى إلى ما بعد. نعم، يمكن بس أستاذة فضل أنا برجع لدور ولي الأمر. مو كل أولياء الأمور عندهم القدرات التكنولوجية نقدر نقول، فأعتقد أن أيضا هم يحتاجون إلى بعض الدورات عشان يقدرون يتماشون مع هذه التكنولوجيا. استاذ عبد الله بقول لك شغله، ترى هي الشغله ان انا معك اتفق ان في اولياء امور مو كلهم عندهم هذه القدره في الوسائل التكنولوجيه. بالضبط. صحيح في فروق فرديه، واحنا في مجتمع انا ما اقدر اقول ان كلهم متساويين في هذه الفروقات. نعم. لكن يقدر الانسان من داخل نفسه ينمي هذه القدره اللي عنده، سواء ذاتيا او انه هو يبدي يشارك ابنه. ترى حلو ان هو الولي الامر يشارك ولده، يقول له شنو خذيت، خاصه ان حاليا الوزاره قبل ما ندخل هذه التعلم اعطانا دورات حق الطلبه، فالطالب يبدي يشارك ولي امره هذه الشغله، يقول له يبا انا اليوم خذيت هذه الشغله تعال شوفها معي، فيصير مثل جو حميمي جو اسري ان تبادل معلومه بين الولد وبين ولي الامر. وممكن ولي الامر ايضا ياخذ هذه الدورات، هي موجوده حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي الكل قاعد يقدمها كمدربين ومجانيه، يقدر انه هو يتناولها في كل بساطه. نعم. فبكذي يقدر ينمي قدرته ويقدر هو يشوف ان شنو الشيء، طالما انه هو خايف من الشيء وقاعد يقول ان هذا الشيء جديد، لازم انا اعرف شنو مهاراته علشان انا اقدر اقوي نفسي. نعم استاذه فضل، حابه تقولين كلمه اخيره في ختام هذا اللقاء، تفضلي. صراحه اشكركم جدا على هذه الاستضافه، وانا سعيده جدا واتمنى ان قدمنا بعض النصائح المفيده سواء للولي امر او المتعلم او المعلم في هذه الفقره. حياك الله استاذه فضل المسلم، مرشد تربوي، شكرا جزيلا لك. اكيد مشاهدينا راح نستمر معاكم في فقرات مساء الخير يا كويت، ولكن من بعد هذا الفاصل.